بمناسبة الحنة اللي كانت في العالمين دي بتاعت حنة السيسي يعني، هي وهو الناس دي كانت بتعمل ايه بالظبط؟ هقول لك انا لو انت مش متابع. بيقول لك الناس دي كانت موجودة، محمد بن زايد وملك الأردن وبتاع العراق وبتاع البحرين، كانوا موجودين عشان يعقدوا قمة عربية خماسية في العالمين. انا عايزك بقى ايه، تسيب اللي معاك خالص ونركز في الحته دي، سيبك من حنة السيسي خلاص. انما هو السؤال يا جماعه دلوقتي، الناس دي بتعمل ايه هناك؟ قال لك الناس دي مش معقوله رايحه تفتح اوتيل، لا، قال لك دي قمه عربيه امارات وبحرين والاردن والعراق ومصر. عشان ايه؟ عشان يناقشوا ملفات مهمه. ايه بقى الملفات المهمه؟ حلو، ادي الملفات المهمه، ملفات على طاوله المفاوضات. ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، تعزيز العمل العربي المشترك بمواجهة التحديات، تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة، القضية الفلسطينية والأوضاع في العراق وليبيا واليمن. ده كلام فارغ، أو يعني ده كلام عايز ترجمة. إيه الترجمة؟ أول حاجة ضرورة التوصل لحل سياسي في سوريا، أنا هترجمها لك، هي كيفية استيعاب بشار الأسد في جامعة الدول العربية بس. حدش بقى يقول لي كلام زياده، وانت هتصبر شهرين ثلاثه كده وهتلاقي الخبر انه بشار الاسد بيستقبل في العواصم العربيه. هو مش ايه بقى ضروره حل سياسي في سوريا؟ حل سياسي ايه؟ هم عايزين يرجعوا بشار لجامعة الدول العربيه ويرجع لحضن الامه العربيه. طيب الحاجه الثانيه، تعزيز العمل العربي المشترك. انا اسف جدا، معلش انا ما بسمعش الحاجات دي. هو انت رايح تعمل قمه عربيه بالبحرين ما فيهاش السعودية؟ أنا آسف جدا، عقلي ما بيستوعبش الكلام ده. السعودية ارتضيت أو ما ارتضيتش، هي واحدة، هي أكبر دولة عربية حجما وثروة ومكانة لدى الدول الإسلامية رسمي، وأي مشروع بره السعودية هو مشروع فاشل. أي مشروع عربي أو إسلامي بره السعودية ما فيهوش السعودية، فأقول على المشروع ده إنه مشروع في شنك. فأنت ما تقوليش عمل عربي مشترك وأنت السعودية مش موجودة. ده واحد. سلطنة عمان فين؟ مش موجودة. الجزائر مش موجودة. طب المغرب مش موجودة. طب تونس بعافية، لبنان بعافية، إنما فين السعودية وسلطنة عمان والجزائر والمغرب؟ مش موجودين. فانت جاي تقول لي عمل عربي مشترك؟ ده الكلام ده تقوله عن ام لطفي برضه. ام لطفي دي بتريحك. قال لك تداعيات الحرب، انتوا مالكم الحرب الروسيه الاوكرانيه؟ ما انتوا عايشين زي الفل، ناهبين سارقين واكلين الدول الخمسه. القضيه الفلسطينيه يا راجل يا راجل، كان اول واحد حضر قبل القمه بيوم هو محمد بن زايد رئيس دوله الامارات، وكان مشهد استقباله حقيقه تمسك اعصابك ودموعك في المشهد ده. اتفضل. قسما بالله العظيم، السيسي ما يخصه من الرئاسة غير الفشخرة دي. أنا بحلب بالله واتحاسب على الحلفان دي يوم الدين، السيسي ولا الرئاسة تخصه ولا هو يخصه. بقى إيه لما كان يقعد زمان يحضر مبارك وبيستقبل رئيس ولا حاجة، ويقعد يتفرج على حرس شرف كده يقول لك وأنا ماشي بالنضارة. ده الراجل ماشي بيقول له طب هات الفيلم كده، معلش ماشي يقول له فين الشنطة اللي كانت معاك؟ مش كان معاك شنطة وأنت جاي ولا إيه؟ بص ايوه هات، سيبك من السلام الجمهوري، بص اول ما يستقبله اهو، اول ما يستقبله بص هو بقى هو المشيه دي، اهلا اهلا ابن عمي حبيبي. بص بقى يقول له ايه، كان معاك شنطه كده، قالوا لي انك انت هتجيب شنطه وانت جاي، ما جبتش الشنطه ليه؟ اتفرج اول ما هيمشي، سيبك من الغراميات، هات بقى الفيلم. هو هو صح اللي انت جبته لي؟ ايوه هنا بقى. بص هيقول له ايه، الشنطه فين اللي كانت معاك؟ مش كان معاك شنطه كده بلاستيك حتى؟ مفيش؟ طب خلاص ماشي، تعالى بقى خلاص مجيتك بالاونط. طيب بس اللافت بقى زي ما بقول لك، يعني انت فين السعوديه؟ فين السعوديه؟ يا جماعه اي قمه اسلاميه او عربيه بدون السعوديه اعرف انها فاشله ومش هتحصل. حتى ان عمران خان رئيس باكستان السابق حب يعمل قمه اسلاميه وما دعاش السعوديه. عارف النتيجه ايه؟ القمه اتلغت. دعا خمس دول، تركيا ومش عارف مين، وما دعاش السعودية. القمة اتلغت. هي السعودية، انت بقى مش عاجبك محمد بن سلمان زي حالاتي كده،
مش عاجبك آل سعود كلهم على بعض؟ السعودية ليها مكانتها في العالم الإسلامي والعربي. طيب ماذا تعني يا الكون يسعك يسعني رد يا ابن الجزم يا كلب؟ ده جزء من قصيدة عبد الرحمن الأبنودي مش بتاعتي يعني. ماذا تعني غياب السعودية عن القمة دي؟ في بعض النشطاء خبسة قوي ومشغلين دماغهم فعلقوا على القصة دي. قال لك ايه؟ هات يا عم، مدينة العالمين الجديدة تشهد اليوم اجتماع قمة يشمل مصر والإمارات إلى آخره، الهدف الإقليمي بات واضحا، لكن ما هو سر غياب السعودية؟ فاطمة أنت جميلة. عايزة تقول لك قمة مصغرة في مصر ضم كذا كذا كذا، من المستغرب عدم دعوة أي من المغرب العربي، دولة من المغرب العربي زي الجزائر وتونس والمغرب، وعدم دعوة السويد والسعودية وقطر والكويت. الله يا عمي، أنتوا أخطر شيء على الأمن الإقليم، الله يستر. طيب حد تاني قال لك غيابات عن قمة، غيابان عن قمة العالمين لافتان، لا أقصد رومل ومونتجمري، أقصد ابن سلمان وأبو مازن. غياب السعودية عن حراك القمم الثلاثية والرباعية والخماسية محير. سيبك من عباس، أنا أقول لك بقى يعني مش يعني تحليل مش معلومة. الحقيقة إن غياب السعودية عن القمة دي، القمة يعني غياب السعودية عن القعدة بتاعت العالمين عن حنة السيسي دي، هو أكتر شيء ملفت. يعني السعودية المفروض إنها معسكر واحد مع الإمارات، أيوة، ومفروض إنهم واكلين شاربين محمد بن سلمان مع السيسي سارقين، حلو قوي. ليه دلوقتي بقى مش موجودة؟ إحنا هنا قعدنا نطرح على بعض أسئلة أنا وزمايلي، هل موضوع الواد تركي آل شيخ وقصة أمال ماهر والتوانتر اللي حصل والهجوم المتبادل له تبعاته؟ ألا ما أنا قلت الكلام ده ساعة حفلة أمال ماهر، قلت بالتحديد إن في كيد حاصل بسبب البهرجة اللي فيها حفلة أمال ماهر، عملوا لها بهرجة ما بتتعملش لمايكل جاكسون. ليه كيد في الواد تركي؟ أنا قلت هنا والله في الحتة دي قلت بالظبط إن يا جماعة بالنص كده بالنص إن تركي خدام شبشب ونعل محمد بن سلمان، فلما تركي تتسحب منه أمال ماهر، ولما تركي يتكسر قدام أمال ماهر ويتمسح بيه الأرض قدام أمال ماهر، في الحتة دي سألت وقلت هل محمد بن سلمان هيسكت؟ طبعا لا، ده محمد بن سلمان فاتح خزائن السعودية لتركي، وتركي اتهتكت كرامته قدام أمال ماهر. قاعد اتفرج حفل أمال ماهر وأخبار عن تعرض شقيقته في جريمة قتل، أسباب وراء تصفية تركي آل شيخ ممتلكاته في مصر. طيب يبقى لو القصة كلها بدأت، سيب خلاص بقى مش مهم الحاجات دي، لو القصة كلها بدأت من أن السوشيال ميديا فضح علاقة تركي بأمال واللي بيعمله في أمال، تركي الشمشيرجي بتاع محمد بن سلمان، مصر اتدخلت أو نظام السيسي مش مصر اتدخلت ونزعت أمال ماهر وحرارتها وعملت لها حفلة، واو ما اتعملتش لأي ما اتعملتش لأم كلثوم، والله العظيم ما جرى في حفلة أمال ماهر، بص ما اتعملش لأم كلثوم، اتفرج بص شايف شايف الليد سكرين اللي ورا دي بملايين يا معلم بملايين، شايف الإضاءات والكهارب والفاير ووركس والحاجات، شايف الفرقة الموسيقية وأجهزة الصوت والإضاءة، يا عمي حفلة قسما بالله ما شافتها أم كلثوم مش أمال ماهر. وقلت أنا يومها إن ده كيد في تركي آل شيخ، وسألت يومها هل محمد بن سلمان هيسكت؟ طيب إحنا بنظن وإحنا ناس سيئين بنظن إنه تركي أخدها في نفسه، ولازم صراحة كرامته اتبعزقت تحت رجلين أمال ماهر، وبنظن برضو إنه محمد بن سلمان زعل، يعني لازم يزعل. بعض الناس قالت لك بس لو ده صحيح يبقى مقال عماد الدين أديب اللي اتكلم فيه عن سقوط الأنظمة مش جاي من فراغ. عماد الدين أديب هو ربيب السعودية،
وخد مني المعلومة دي، أنا لا بهبد، أنا تربيت في البيت ده من سنة 86 ويطلع حد يكذبني. عماد الدين أديب اتربى، قصدي ربيب السعودية، من ساعة ما خلص كلية إعلام، من ساعة ما كتب مقال وعمل حوار مع السادات، وكان أول طالب في تاريخ مصر يجري حوار مع الرئيس السادات، كان لسه طالب في إعلام. ثم راح بقى أمريكا ولندن والحتة دي، تعرف بالجماعة السعوديين، بالشيخ صالح كامل، ومن بعد الشيخ صالح كامل الجماعة بتوع أوربت، فالراجل بقى بتاع السعودية، وأخوه بتاع السعودية من ساعة ما طلع. يبقى المقال مش من فراغ، عمرو وعماد معروفين بقربهم من السعودية، وتركي آل شيخ تحديدا برضو مقرب منهم. صحيح عماد طلع قال أنا ما أقصدش مصر، بس رجع تاني لشغل رمي الكلام من البلكونات، زي ما نشرت CNN وقالت كده، قالت رغم النفي إلا أن إعلام السيسي والشركة المتحدة فهموا الرسالة، وطلعوا يهاجموا أهو في ضرب، طلعوا يهاجموا عماد الدين أديب. الحرب على أديب، بكري وديه ومسلم يهاجمون مقال 14 سنة بالسقوط. اللي بيأكد لك بقى أن عماد شغال بالأوردر، اللي جاله على ما يبدو أنه طلع مقال جديد ذكر فيه مصر بصراحة، مش الـ14 سبب لسقوط الدولة ما جاب فيهم سيرة مصر، تاني مقال ليه على طول جاب سيرة مصر. العب المقال، العب. من هنا نتوقع انهيار اقتصاديات كبرى تؤدي إلى قلاقل اجتماعية عنيفة تنجم عنها فوضى أمنية غير مسبوقة. من هنا ركزوا أبصاركم على الضغوط القاسية للغاية على اقتصادات السودان، اليمن، سوريا، لبنان، مصر، تونس، باكستان، مصر بالاسم. يعني عماد مش ناوي يجيبها البر، أو بمعنى أداء السعودية مش ناوي تسكت. فسيسي ما اكتفاش بهجوم الدمى بتاعته على عماد أديب، أم طلع رئيس وزراء مصر شخصيا، مصطفى مدبولي، أيوة، طلع يقول إيه بقى؟ يقول رصدنا 150 مقال تسيء لمصر. مدبولي يتهم جهات لم يسمها بنشر 150 مقال مسيئة لمصر. في متن الخبر اتهم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي جهات لم يسمها بالعمل على نشر صورة سلبية لمصر من خلال نشر مقالات مدفوعة الأجر في صحف عالمية. وأوضح خلال لقائه المشارك في ملتقى لوجس للشباب القبطي الذي أقيم بمدينة العالمين الجديدة، حد يسمع عن حاجة ده؟ حد يسمع عن الملتقى ده حاجة؟ والله العظيم ما نسمع عنه. في ملتقى شباب قبطي في العالمين الجديدة، إن مركز معلومات ده رصد 150 مقال نشرت في جرائد وصحف ومواقع عالمية أغلبها يحمل صورة سلبية عن مصر. حلو قوي. يعني أنت مصطفى مدبولي طالع في العالمين مع شباب قبطي عاملين مؤتمر هناك، إحنا ما نعرفش عنه حاجة، ولا أنت تعرف عنه حاجة أكيد يعني، وشمعنا ليه شباب أقباط في العالمين برضو ما تعرفش، وما تسألش إن السؤال هيقول لك فتنة طائفية. طلع يقول احنا رصدنا 150 مقال بتسيء لمصر مدفوعة من جهات. طب انت زعلان ليه يا عم مصطفى مدبولي؟ ما انت برضو بتدفع، انت بتدفع عشان تروج للنظام، ونظام فاشل. ب65,000 دولار شهريا مصر تتعاقد مع شركة علاقات عامة لتحسين صورتها امام بايدن، في 65,000 دولار بيدفعوا مع مطلع كل شمس بس عشان السيسي تنوروا السيسي، وبرضو فشلته، وبرضو طلع تشتكي. بقول لك يا مدبولي، بص انت والسيسي والبابا توادرس والناس دي، انتوا ما لكمش حل غير الكذب، كذب من العينة دي. هو الانسان في عهد السيسي استراتيجية وطنية اشاد بها العالم يا ولد، ده النهارده الكلام ده، حقوق الانسان في عهد السيسي استراتيجيه وطنيه، وشك في الحيط وقفك ليا اشاد بها العالم. لا ما هو انت الكلام ده تضحك بيه على البهاليل بتوعك والعبايط اللي جوه اللي بتوع تحيا مصر تحيا مصر، دول هبل، لان الصوره الحقيقيه عم مدبولي مش هتعجبك. وانا عايز اسالك، هو انت لما انت بتقول قدام الشباب القبطي رصدنا 150 مقال في صحف عالمية بتهاجم مصر ومدفوعة الأجر، تقصد مين؟ تقصد دول النيويورك تايمز؟
ما قال اتمنى، لا هات النيويورك تايمز الاول يا عم، هات النيويورك. اتمنى ان اسال عبد الفتاح، علاء عبد الفتاح، عن رايه في العالم الان. ما قال اهو ده مدفوع الاجر. علاء عبد الفتاح مش موجود، ودي مقال تاني. سيناء المعاد تسليحها في مصر هي برميل بارود المستقبل، ايه رايك؟ ده مدفوع الاجر. اللي بعده نيويورك تايمز برضه، موت بطيء، سجناء سياسيين مصريين يرون احوال مروعه، ده برضه مدفوع الاجر. فاينانشال تايمز، الملايين من المصريين معرضون لخطر الموت مع تضرر الامدادات الغذائيه في اوكرانيا، ده برضه مدفوع الاجر. يا مدبولي عم مبلولي، ده مدفوع الاجر. طب انا هقول لك على حاجه تانية يا عم مبلولي، لو دي صحف مدفوعه الاجر، لو دي صحف مدفوعه الاجر، ما رايك في الفورن بوليسي اللي كتبت مقال بتقول فيه ان هناك خلاف حاد بين البيت الابيض والكونجرس الامريكي عشان المساعدات بتاعت مصر بسبب سجل حقوق الانسان. اهو خلاف حاد بامريكا بشان فورن بوليسي، معركه بين الكونجرس والبيت الابيض حول المساعدات العسكريه، الاداره تعارض الموافقه على ارسال مساعدات عسكريه بسبب ملف حقوق الانسان السيء في مصر. برضه مدفوع الاجر. يا راجل ده غير تقارير المنظمات الحكوميه او الحقوقيه. شوف ادي اهو العفو الدوليه، اكبر موجه اعتقالات جماعيه منذ وصول السيسي لسده السلطه. ده امنست مصر، ده هيومن رايتس، تساعد تصاعد الانتقام والاعتقالات بحق عائلات المنتقدين. ها عايز حاجه تانية؟ يا راجل اتقي الله. يقول لك رصدنا، انت هو طالع يدي لعماد اديب كتف. الكلمه دي ولا في 150 مقال ولا في حد، مين اللي يدفع فلوس؟ مين هيدفع فلوس عشان مقال يهاجم مصر؟ مفيش حاجه اسمها كده اصلا، دي ناس عايشه في الدره. يا عم الله يخليك يا عم، ربنا عالم بحالي يا ابني، اسكت. الحكايه ببساطه شديده جدا انه عايز يقول لعماد اللي بيدفعوا لك يا عماد على السعوديين. يعني بيدي لعماد اديب كتف وعايز يقول ان مقالات عماد اديب دي مدفوعه الاجر من السعوديه، بس ما يقدرش ينطق. عشان كده هيفضل السيسي والنظام بتاعه عرضة للابتزاز الخليجي أو الأمريكي أو أي حاجة. أما عماد أديب فده أداة، وده اللي بيقوله تامر شيرين في البوست بتاعه. بيقول هل يتمتع عماد أديب بحضور شخصي كاريزما يعني معدومة؟ هل يتمتع عماد الدين أديب باللغة وبلاغتها وتوظيف الكلمات لإيصال الفكرة؟ صفر. أمال إيه؟ من أيام أوربت وما أدراك ما أوربت، ومن أيام مجموعة ألفا وما أدراك ما ألفا، أصبح هو البوق الخليجي، هو بوق ينطق بلهجة مصرية. ما هي شكل الرؤية الخليجية لمصر؟ ده دوره باختصار، ناقل لرؤية الخليج. أي خليج؟ خليج الإمام المتغلب. يعني إيه؟ يعني مين اللي راكب في الخليج؟ السعودية حبيبي وابن حبيب، الإمارات يا مراحب يا مراحب. فلا يظنن أحد أن المقالين الأخرين لعماد الدين أديب هما بقى، مش هو أو هو من وحي دماغه، لا هما أو هو أو رؤيته الشخصية أو تحليل الفاز، خالص مالس بالس دي رسائل الخليج للنظام المصري. ومش بعيد زي ما قلت لكم كده، عادي يطلع عمرو أديب وعماد أديب يقول لك إن مصر أعظم دولة في العالم ولن تسقط يا خونة. إنما هي قصة اليومين دول في يعني عكوسات ما بين محمد بن سلمان وبين السيسي، فنطلع نعمل ايه؟ انتم مطلعين لي امال ماهر وانت مش عازمني في الليله بتاع حنتك دي وحنه امك، خلاص اوكي انا هطلع لك عماد اديب يخبطك مقالين يوجعوك. بعد شويه ممكن تبقى عادي المصالح تتصالح والمزيرات شغاله ومصالح مشتركه وفي صراع على تورته مصر. اتفضل. المركزي يفاضل بين عرضين سعودي واماراتي للاستحواذ على المصرف المتحد. خد بينها جزيره الوراق ومبنى وزاره الخارجيه، شركه وطنيه، السيسي وابن زايد يبحثان الاستثمار الاماراتي في مصر. عمليه الابتزاز الاخيره دي اللي بيقوم بيها السعودي تفكرك بايه؟ لما جابوا حماد اديب كده يكتب مقالين عن مصر 14 سبب لسقوط النظام المصري ويكتب مصر مهدده، تفكرك بايه؟ انا اقول لك، تفكرك كده
لما الامارات حبت تغيظ السيسي في اطار الضغط السياسي عليه، لو انت فاكر برضو، لو انت فاكر، حب يطلع من بيت الطاعه، راحت عامله ايه؟ دعت، راح عمك جمال مبارك يعزي في الشيخ خليفه اللي مات، اخو الشيخ محمد بن زايد، لما مات راح جمال مبارك يعزي، راح طالع جمال مبارك يبرئ ابوه من التهم اللي وجهت ليه، ويقول انه خدوا براءات في كل القضايا، وكانها رساله من ابو ظبي للسيسي يقول له هتتعدل ولا الشاب الجميل ده نجيبه لك. افتكر معايا الفيديو ده. وليد العزيز، لم يمهلك القدر لتشهد نهاية جميع الإجراءات القانونية التي تم اتخاذها ضدك منذ عام 2011، بما في ذلك الإجراءات ذات الصلة التي اعتمدها مجلس الاتحاد الأوروبي. ولقد أكدت لك خلال أيامك الأخيرة أنني سوف أستمر على الطريق لتحقيق تبرئة لا لبس فيها لك ولأسرتنا. لقد وعدتك بمواصلة الطريق بتصميم لا يلين لتحقيق هذه التبرئة في ساحة القضاء الدولي. وبعد معركة طويلة وشاقة على مدار أكثر من 10 سنوات صدرت أحكام. فجأة الحقيقة طلع جمال مبارك قال الكلمتين دول اللي هو بيعزي في الشيخ خليفة، والكلمتين دول عملوا دوشة وطلعوا السوشيال ميديا كلها، الله يا ريتك انت جيت رئيس يا جمال. فالإمارات كانت عايزة تقول للسيسي هتتلم ولا معانا واحد تاني. السؤال بقى هنا، يا ترى مقالين عماد أديب زي الفيديو ده كده اللي ليه مصلحة عند السيسي يطلع يجيب له حاجة تضايق السيسي؟ لأنه واضح إن السيسي عامل زي اللي متجوز اتنين ومش عارف يراضي مين ولا مين. سيسي الحقيقة عيشته كلها حرام في حرام، هو قادر يراضي ده ولا قادر يراضي ده. إنما ببساطة شديدة غياب السعودية عن القمة عن حنة أم خميس دي اللي كانت في العالمين غياب ملفت. خروج مقالات عماد الدين أديب في التوقيت ده خروج ملفت، وعماد هو بوق الخليج فعلا. فترى ما الذي بينك يا سيسي وبين محمد بن سلمان؟